لا يسمح لهذه الثورات. نحن لابد أن نعلم أننا جئنا. اسمعوا، أنا الآن سأحكي لكم ما قلته لأولادي، وأنا أكرر ندائي لأولادي أمامكم. يا أولادي، لا أريد لكم أن تدرسوا وتدخلوا جامعات وتطلعوا دكاترة ومهندسين، وإنما أقول لكم حتى لو تخلى الناس جميعا إلا أبنائي أنا، أقول لهم أدركوا ثأركم، أدركوا ثأركم، فإن هناك أجيالا سبقت بعشرات السنين عاشت كمدا وماتت كمدا ولم يعطها أحد حقها الذي كان. رأيت شيوخا كبارا يضربون ويصفعون على وجوههم لأنهم يقولون كلمة بسيطة. رأيت من لا يركع ويسجد أمام الظالمين يغيب وقد يهشم رأسه على الرخام حتى تكسر جماجمه. هذه الأجيال هناك اليوم من لا بد أن يقف من أجلها. لا أقول لكم قفوا هنا وهم قاعدين يخططوا. أحمد شفيق قاعد يقول هجيب لهم بونبوني وشوكولاتة، وقاعد يقول لهم خليهم قاعدين هم مبسوطين وإحنا بنحبهم. لا يا حبيبي، لا أحمد شفيق ولا عمر سليمان ولا حسين طنطاوي ولا هيئة الشرطة ولا هيئة الجيش أنا لها أن تحاصر كرامة ولا أن تحاصر إرادة ولا أن تحاصر حركة. حركتنا تنبع من عندنا. لجان حكمائهم بيلعبوا في الأول، ما يلزموناش، لا علاقة لنا بهم مطلقا. طب يا أخواننا مين اللي يمثلكم؟ انتوا هم عايزين ناس يمثلون علشان يلاقوا طريقهم لفتفتة الناس، لتمزيق الناس. احنا مش عايزين. مين قال لكم عايزين الطاولة؟ خلاص كان عندكم 30 سنة وخلصوا، امشوا، لانه الوقت خلص. واذا لم تفعلوا ذلك فالبديل الثاني هي هذه الاعناق التي قال سيدي وسيد خلق الله جميعا، قال حتى تنفرد هذه السالفة، حتى تطير هذه العنق في سبيل الكرامة، في سبيل العزة. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. انتوا عارفين يعني ايه العرض؟ العرض مش يعني الوقائع الجنسية، العرض يعني ان يصاب الانسان في كرامته. الحديث صريح، من قتل دون عرضه فهو شهيد. يا اخواني، الفرار يوم الزحف. واديكم شفتوا، اديكم شفتوا مين اكتر حد مرعوب خوفا من ان يسقط النظام؟ اسرائيل. اسرائيل وامريكا، نحن على خط المواجهة مع اعدى اعدائنا، لانهم يخافون من سقوط هذا النظام. ونحن الان على خط الدفاع الاول امام من يسوم الشعب سوء العذاب. لهذا اقولها صارحة صريحة مدوية، هذا يوم الزحف، والفرار يوم الزحف من اكبر الكبائر عند الله. والذي يترك الميدان والقاعدون الله تبارك وتعالى نكل بهم في القرآن الكريم لأنهم قاعدوا. كرامة أبي وكرامة جدي وكرامة أبو جدي، الأجيال التي كلها ضربت وسحقت، صارت أمانة في يد هذا الشاب وفي يد هذا الشاب وفي يد هذا الشاب. لن نعود حتى نطهر هذه الأرض ونطهر هذا الشرف حتى لو سارت دماء على هذه. واسمعوا يا اخوان، انتوا بتروحوا ليه؟ حاولوا ما تروحوش، حاولوا انكم تاتوا بالناس. 6 مليون بيخرجوا في مصر مش كفايه على فكره. هما بينصبوا علينا يقول لك ايه 6 مليون في 85 مليون، وانا قلت لكم من شويه ال 80 85 مليون دول كتعداد نصهم المواليد والرضع. ده دول اكتر من 45 مليون. عدد العواجيز، وعدد ال 12 مليون المعوقين، وعدد معوقين اللي مش هيقدروا يخرجوا، وعدد المواليد وعدد الرضع. ده شعب مصر كله بره. لكن مع ذلك انا بقول لكم من العار علينا ان يخرج في القاهره 2 مليون بس. ده عار، لان كل واحد منا، وخلينا صرحاء احنا مش هنجامل بعض، كل واحد مننا له واحد ما برضه ما بيخرجش، لانه لم تصل اليه بقدر الكافي الناحية الشعورية التي يجب ان تكون. ان جريمتنا نكراء، لذلك
حرب المنشورات التي تنشر الوعي. هم سايبيننا سخنين هنا وبيبردوا الدنيا من حوالينا. والتواجد غدا قبل بعد غد في كل ميادين مصر القاهرة، في كل ميادين القاهرة، وأن نتمدد إلى المواقع التي حولنا من سكنية وبين شوارع وعمارات. لابد أن يشعروا أنه من الصعب أن يخططوا ضد بقعة مكشوفة، ولكن احذروا أن تتركوا هذه البقعة، فلقد صارت رمزا وصارت بلورة وصارت دورة، لكن لا يصح أن نكتفي بها. أيها الإخوة الأحباب، الله تعالى في القرآن الكريم حرم شيئا اسمه البغي، اللي هو خروج الناس على السلطان، خروج الناس على الحاكم. بس قال ايه؟ حرم ايه؟ حرم، قال والبغي بغير الحق. الله، يعني معنى ذلك ان هناك خروج على السلطان بالحق، وهذا هو الخروج على السلطان بالحق، هذا بنص القرآن الكريم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمعها بأذنه، إنك لو أخطأت سنقومك بأسيافنا أو بسيوفنا، لم يعترض وإنما حمد الله على ذلك. نحن نرى اسمعوا يا إخوانا، اسمعوا، لازم اوعوا نطلع هايفين ولا تفهين أبدا. انتوا عارفين اللي حصل في العشر أيام اللي فاتت دول حصل فيهم ايه؟ حصل فيهم شيء بسيط جدا، ولو سمحتوا اللي عنده الجرايد يراجع اللي بقوله ده، وانا اضع شرفي ثمنا له. في اول يوم حسني مبارك قال انا بدعو للحوار، وتاني يوم عمر سليمان قال الرئيس كلفني بالحوار، ثالث يوم لما لقوا الدنيا هديت شوية، وما تزعلوش مني لازم ازعلكم، لما لقونا احنا هدينا ومش عارفين نحرك، احنا مش عجزة، لكن اللي حصل كده ان احنا ما عرفناش نحرك بالسرعة المطلوبة، احنا قاعدين، لا احنا لابد من حراك. لما لقوا الدنيا حركت، ماذا قال عمر سليمان؟ حسني مبارك يوم الجمعة قال حوار، وعمر سليمان قال حوار يوم السبت، يوم الحد قال لا حوار ولا تفاوض الا اذا توقفت المظاهرات. سمعتوا الكلام ده ولا لا؟ بيلعبوا في 48 ساعة، لما وجدوكم غير قادرين على الحراك على تحريك الاحداث، وافقوا على الحوار جمعة، وافقوا سبت، ولحسوا يوم الحد، ولما لقوا المظاهرة المليونية اعلن عنها يوم الاثنين، رجعوا تاني قالوا لا هنتحاور برغم المظاهرات. شفتوا يا اخوانا؟ الحاجة التانية، اسمعوا، انا لا اقصد ان اثير ثورتكم، انا اقصد الوعي الان. الحاجة التانية، وارجعوا للجرايد يوم بيوم عشان تعرفوا هؤلاء، لولا اني اعف لساني